اهلا بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على اللايسنج راوند او البيدنج راوند. اول حاجه احنا عاوزين ناخد نظره عامه على اللايسنج راوند او البيدنج راوند، وبرضه هنغطي التطورات اللي حصلت في اللايسنج لتشجيع الاستكشاف والانتاج. المحاضره دي هتتكون من 6 نقط. أول نقطة تشجيع الاكتشاف والإنتاج، النقطة الثانية الخطوات الحصول على النيو بلوكس، النقطة الثالثة اللي هو الكونتراكت فيرسس لايسنس، النقطة الرابعة نظرة عامة على العقود، النقطة الخامسة سرية البيانات، والأخيرة جيوداتا. النقطة الأولى تشجيع البيانات او تشجيع الاستكشاف والانتاج. بلاد كتيرة زي ما انتم عارفين بتجذب الاستثمار في قطاع البترول، او عاوزة تجذب استثمار في قطاع البترول، فقرروا الاعتماد على سياسة استراتيجية للاكتشاف على النيو بلوكس، بدل من هم يستنوا الطلبات طبعا والبحث من قبل الشركات، ف بيعتمدوا على خطة يعني هي فتح مساحات على محددة يتم تحديدها من قبل الوزارة، وبالتالي لم ترخص بعد. دي النقطة الخاصة بتشجيع الاكتشاف على والإنتاج. طيب النقطة الثانية الخطوات للحصول على التراخيص والنيو بلوكس. أولا بيحددوا المناطق التي سيتم فتحها للاستكشاف. ثانيا بيحددوا الأولويات لتخصيص مناطق الاكتشاف اللي هي نيو بلوكس، والعملية دي بتتم ببعض الإجراءات بشكل دوري في تاريخ تحددها الوزارة، يعني على أساس سنوي أو سنتين أو كل 3 سنين، وده بناء على الوقت الأمثل لسياسة الاكتشاف في البلاد وحجم عدد المناطق طبعا المتاحة. طيب النقطة الثالثة هي إجراء مسح جيولوجي للمناطق اللي عاوزين يفتحوها، وتقيم امكانياتها الجيولوجية المساعدة في تحديد الاكتشاف في النيو بلوكس التي يتم عرضها في البيدنج راوند، وبرضو بيروج لها دوليا يعني. طيب النقطة الرابعة بيتم اختيار النيو بلوكس وشرح حجمها قد ايه، وبتتم التشريحات دي او الترشيحات دي بسرية تامة، والعملية دي بيسمى البلوك نومينيشن. النقطة الخامسة يعني يتم تحديد الشروط الخاصة بالبيد راوند بما في ذلك الأحكام المالية والتعاقدية والمعمول بها، وبرضو التعليمات التفصيلية لتقديم الطلبات على البلوكس ديت، يعني حتى يتم اختيار الفائز. طيب دي بالنسبة للنقطة اللي هي التالتة الكونتراكت versus license. النقطة دي هنتكلم فيها على العقود مقابل التراخيص، ودي بيتحمل صاحب الترخيص عادة جميع المخاطر من فترة الاكتشاف إلى مرحلة الإنتاج، وبيكون الترخيص إداري في مرحلة البيدنج راوند، بيبقى شكل إداري يعني، بيتحول لشكل تعاقدي وملزم للطرفين عند التوقيع عليه وإصدار العقد طبعا. طيب أنواع العقود، النقطة دي احنا شرحناها في الفيديو الرابع، وياريت تسمعوا الفيديو الرابع عشان تقدروا تربطوا المواضيع كلها ببعضها. طيب سرية البيانات، وهي دي النقطة الخامسة على المستثمر طبعا، يعني او المتقدم في البيدنج راوند، الاحتفاظ بالنسخ والبيانات الورقية والالكترونية المستلمة في البيدنج راوند، مثال الخرائط والشروط والمعلومات الخاصة بالنيو بلوكس. والسبب في سرية البيانات ديت بعدم نشر وافشاء طبعا المعلومات الخاصة بالمناطق الجديدة التي يمكن الدولة انها تستخدمها مرة اخرى في النكست راوند، وطبعا بتستلم وتنتهي سرية البيانات ديت باستلام البلوكس للفائز.
دي نقطة مهمة جدا. النقطة الأخيرة واللي هي الجيو داتا، الاستكشاف يعني طبعا يعني عشان يكون استكشاف ناجح بيتطلب جهد كبير في تجميع المعلومات الجيولوجية خاصة بالمناطق النيو بلوكس دي، ومن هنا بيتطلب على الدولة تطبيق سياسة تكنولوجيا سايزميك اللي هو 3D المتطورة لجمع أكبر يعني قدر ممكن من المعلومات الجيولوجية حتى تتمكن الدولة من عرض النيو بلوكس على المستثمرين والشركات الجديدة. والجيوداتا هي عبارة عن تخزين بيانات جغرافية في قاعدة بيانات كبيرة على شكل بيانات وصور نقطية وجداول توضح حجم ومساحات المناطق الجغرافية التي تم عرضها على المستثمرين والشركات الجديدة. وبكده تم انتهاء من المحاضرة ديت، وشكرا لكم جميعا، أتمنى أنها تفيدكم.